ترنما مجد سما في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأبدأ الله معكم مرة أخرى في شرح برنامج سوني فيجاس برو. عندنا إن شاء الله درس جديد في المستوى التطبيقي. لو لاحظوا البداية، فكرة العمل بشكل نظري، صورة اللي هي المباني والأرضية، هذه صورة ثابتة، في الخلف اللي هي السماء المتحركة، الشجرة أضفناها هنا في المقدمة، سقوط غلاف البرنامج، بعد كذا خروج غبار مجرد السقوط. لاحظ في زوم الكاميرا مستمر من أول مشهد إلى آخره، سوينا عليها ماسك الشجرة الأولى والثانية اللي في الخلف هنا، وعطيناها مؤثر بحيث أنها تعطيك حركة الصاعقة وانفجار الغلاف، لاحظ الشظايا، لاحظ دخان الانفجار، وبعد كذا خروج الكلمة. هذا اللي راح نطبقه إن شاء الله مع بعض. نفتح البرنامج، بداية نبدأ بالخلفية اللي هي الصورية، جيد. بعد كذا نضيف السماء، بعد كذا نعدل موقع الصورة بالشكل المناسب من تراك موشن. هنا نضغط المربع من الأسهم، نبدأ نحرك لما ناخذ موقع مناسب للمشهد. الخطوة اللي بعد كذا تراك الصورة، كليك يمين عليه دوبلكيت تراك، وراح نغلق اللي تحت، راح نشتغل على التراك اللي فوق من الأيقونة هذه في فيند بانكروب، نتوجه الى الماسك، نبدأ نعمل ماسك بسيط على الشجرة او الشجرتين. طبعا ما يشترط التقيد بالدقة، لكن اهم شيء الموضوع كله انك تعطي الشجرة في شوية حركة بالمؤثر. نروح عند الفيلر، نحطها الان، نبدأ نرفع الدرجة بحيث انك يعني تخفف من حدة اطراف الماسك. راح نضيف المؤثر على شجرتين فقط اللي اقتطعناها من المشهد. الفلتر راح نضيفه من فلاتر نيو بلو ريبل من هنا، اللي هو الليزي ووتر من هنا، هذا هو افضل تقريبا، او تدرج بشكل بسيط. جيد، انتهينا الان من الخلفية. الخطوة اللي بعدها نضيف تراك جديد، راح نضيف اللي هو غلاف البرنامج من تراك موشن. نبدأ نحدد الحجم المناسب والموقع المناسب البرنامج بعد السقوط. طبعا حددنا الان على النقطة، نسحبها الى خلينا نقول الثانية والثانية الاولى، نضع نقطة جديدة دبل كليك او من هنا، ونضغط على المربع بالاسهم، نحرك يكون في اعلى المشهد. جيد، بحيث انك اذا حركت المؤشر راح تلاحظ نزول الغلاف الى الموقع اللي انت حطيت. طيب كذا انتهينا من نزول الغلاف. الخطوة اللي بعد كذا نروح عند الانتقالات، بحيث ان نشوف انتقال الانفجار اللي هو الاكسبلوشن من هنا النيو بلو، نشوف انتقال مناسب. جيد، الان سوينا اللي هو الانفجار بالنسبة للغلاف. طيب كليك يمين، انزلت في التراك، خلينا نبدأ هنا من عند السقوط. الشيء لازم نضيفه اللي هو الدست، الغبار. لو تلاحظ يعني مجرد سقوطه على الارض راح يظهر شويه غبار، يعطيك واقعيه. اضفنا الفيديو، لاحظ الشاشه السوداء، كليك يمين على ملف الفيديو، خصائص، ميديا، الفا شانل، ثلاث خيار، ستريت انيميتد، اوكي. راح تزال عندك الخلفيه. الخطوه اللي بعد كذا من التراك موشن، نحدد الحجم والموقع المناسب. جيد، كليك يمين، نزلت في التراك، راح نضيف الكلمه اللي راح نكتبها في البرنامج سوني فيجاس. طيب لا، خليها فوق بعض، الحجم المناسب. نبدأ نعدل في الخط من ناحية الموقع والشكل واللون. إذا انتهينا خلاص، نبدأ نوازنه مع انفجار الغلاف، بعد كذا ظهور الكلمة. طبعا يفترض أن الكلمة تكون تحت الغلاف. نضيف تراك جديد، جيد، وفيه ملف فيديو اللي هو الشظايا، وهنا راح نعرف دورها مع بعض مثل ما تعلمنا. كليك يمين، خصائص، ميديا، انفوتشنال، ستريت انيميتد، اوكي. الان من تراك موشن على المربع من الاسهم، نبدا نحدد الموقع المناسب، راح يكون تحت الغلاف. نضيف تراك جديد ونضيف الدخان اللي هو دخان الانفجار، نوزن ظهور الدخان مع الانفجار للغلاف. من تراك موشن نعدل في موقع. طبعا تلاحظ عندك هنا في بالنسبة للحدود يعني واضح حد الفيديو
كليك يمين من الإيفنت بانك روب من هنا ونسوي ماسك حوالين الفيديو يعني بالحدود تقريبا الطبيعية. ومن الفيلر نخليه في الان ونزيد بالنسبة للدرجات اللي هو الحد بحيث انها ما تكون واضحة. لو تلاحظ خفت حدة الانفجار. طيب يتبقى لنا شغلة مهمة اللي هي الصاعقة. كليك يمين نزلت فيديو ترك من ميديا جنراترز نختار اللي هو النويز تكستر واللايتنج اللي هو الصاعقة. طبعا راح نصغر حجمها شوي ونحدد فوق او ما قبل الانفجار بشيء بسيط من الكالر بي من هنا. اللون الثاني نخليه شفاف, اللون الثاني نخليه ابيض. نحرك المؤشر الى اخر الكيفريم نبدأ نعطيها شوية بروجرس يعني راح يعطيك شوية حركة. كليك يمين على ترك اللي هو الصاعقة دوبلكيت من هنا راح نعمل نسخة. روح الفلاتر نضيف جلو الى نسخة اللي اضفناها نخليها في الاسفل بحيث ان الابيض يكون في الاعلى. نبدأ الان في يعني موازنة الصاعقة بحيث نزولها بدرجة واحدة وبعد كذا انفجار الكلمة. انفجار الكلمة راح يبدأ من هنا فيفترض انها تنتهي هنا. جيد. طبعا لاحظ هنا في زيادة عندك بالنسبة للصاعقة. اللي راح نسوي فينت ماكروب ماسك راح نسوي ماسك يعني في الاسفل بحيث نخفي الجزء الاسفل. طبعا راح نعكس الماسك على النيجاتيف الفيذر ان ونزيد كم درجة بسيطة. ننسخ الماسك كليك يمين على النقطة كوي نروح عند النسخة الاخرى ماسك كليك يمين على النقطة بيست لصق انتهينا. الصاعقة راح تكون برضو في اسفل او تحت الغلاف. الان كليك يمين نزلت فيديو ترك راح نضيف اللي هو الشجرة من الترك موشن. نبدأ ناخذ حجم مناسب وموقع جيد. نحرك المؤشر مسافة نسوي نقطة جديدة ونبدأ نعطيها بس حركة بسيطة إلى اليمين حيث أنها تكون معك أساسا متحركة. راح تعطيك يعني راح تعطيك بعد يعني للمشهد. كليك يمين انزلت في الترك على نفس التراك الفارغ هذا كليك يمين ونروح عند الريموف انفلوب من هنا وبعد كذا فيد تو كولر. لاحظ طلع معنا الخط الأحمر. إذا رفعت راح يعطيك اللون الأبيض عموم الشاشة. نقدم المؤشر إلى ما نوصل عند نقطة الصاعقة راح نضيف نقطة دخول نقطة ارتفاع نقطة خروج. الارتفاع راح نرفعها في الدرجة الأعلى. بتلاحظ إذا مر المؤشر على الارتفاع راح يعطيك وميض سريع مع نزول الصاعقة. نقطة دخول نقطة ارتفاع نقطة خروج وابدأ رفع إلى اللون الفلاش او اللون الابيض. يتبقى لنا شغلة مهمة في الموضوع اللي هي ربط التراكات مع تراك اساسي وبغط على السهم هذا التراكات ما عدا التراك الاخير اللي هو تراك السماء. الان ربطناها جميعا بالتراك الاعلى. نروح من عند الموشن تراك من هنا او بيرنت موشن اللي هو الاساسي للجميع. من النقطة الاولى نخلي المؤشر نمشي لما نوصل نهاية المشهد نضع نقطة جديدة وبعد كذا نوسع المشهد او انا ثاني زوم يعني راح يعطيك زوم من بداية المؤشر الى نهايته على جميع المشهد. في الاخير اللي هي الاصوات صوت السقوط عندنا صوت الصاعقة. شغلة مهمة اخيرة اللي هي من عند بيرنت موشن من هنا لو مشينا المؤشر الى لحظة السقوط مع الصوت يعني نعطيه شوية تأثير اللي هو اهتزاز للفيديو بحيث انه يعطيك شوية واقعية بالنسبة للمشهد. اللي راح نسويه بالنسبة للاهتزاز نوسع المؤشر او الكي فريم من هنا بحيث انه ناخذ فريم فريم. لحظة السقوط راح نضيف نقطة راح نمشي المؤشر فريم واحد ونضغط على المربع وبالاسهم نسوي واحدة يمين واحدة فوق مثلا. طيب نضغط على المؤشر نقدم شيء بسيط او فريم واحد ومرة ثانية على المربع وبالاسهم واحدة يسار خلينا نقول واحدة تحت ونفس الحركة يعني نمشي كم فريم بسيط وبعد كذا نضغط المربع واحدة فوق وواحدة يمين بحيث انك لو مشيت المؤشر تلاحظ في اهتزاز يعني سقوط الكلمة وبعد كذا اهتزاز وظهور الغبار. طيب ننسخ النقاط هذه نحددها كلها من الكيبورد كنترول سي ونمشي المؤشر لما نوصل نقطة اللي هي الصاعقة. جيد ونبدأ نلصق النقاط بيست. هذا بالنسبة لتفاصيل درس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.